أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف تكون صلاة الخوف عند الهروب من العدو؟ يصلي على حسب حاله، مستقبل القبلة أو غير مستقبل، راكبا أو ماشيا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويصلي سواء مستقبل القبلة أو غير مستقبل، لأن هذه ضرورة، هذه حالة ضرورة. نعم، ويسقط استقبال القبلة في حال الضرورة، لأن الشرط إذا عجز عنه يسقط. نعم.